نرجع نستكمل باقي فقراتنا، وكشف للواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق كشف إن وزارة النقل بتواصل العمل على تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بحوالي 32% وجاري العمل على إنجاز جميع الأعمال حتى يكون جاهز للركاب. وأوضح إن التكلفة الإجمالية للتنفيذ ممكن توصل ل 32.6 مليار جنيه. تفاصيل أكتر نتابعها في التقرير اللي جاي. الهيئة القومية للأنفاق تواصل العمل على تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر، والذي يمتد عمله بين السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بنحو 32% بتكلفة إجمالية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي قيمتها 32 مليار و600 مليون جنيه. مشروع القطار الكهربائي يساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية لخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة والمساهمة في زيادة النمو وتطور هذه المجتمعات سكنياً وتجارياً وصناعياً. ويقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بالمشروع شركات مصرية وطنية، بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج. ويشمل المشروع إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كباري وكذلك نفقين للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء 4 كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة. كما سيجري مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كيلومترا ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة، ليصل إجمالي طول القطار الكهربائي إلى 84 كيلومترا وعدد محطاته إلى 15 محطة.